شهدت فترة الثمانينيات من القرن الماضي ارتفاعا في أسعار التحف واللوحات الفنية وبشكل كبير، وهو ما جعل من الصعب على مالكي المتحف موضوع سرقة تأمين المبلغ الحقيقي للمسروقات والتي كان ثمنها يزيد يوما بعد آخر. من جانبها كانت الضغوط تزداد على المحققين ورجال الشرطة الذين أصبحوا مطالبين أكثر من أي وقت بالتوصل إلى هويات السارقين وإلقاء القبض عليهم واستعادة أقصى ما يمكن من المسروقات الثمينة. فهل ستتمكن السلطات بمختلف عناصرها الوصول إلى الفاعلين؟ أم أن هناك مفاجآت ستغير مسار القضية؟ وما مصير ملايين الدولارات من المسروقات الفنية؟ أسئلة وأخرى تحمل الإجابة عنها الدقائق القادمة من فيديو هذا اليوم. ولكن قبل الخوض في التفاصيل، ندعوكم مشاهدين الكرام إلى الضغط على زر الإعجاب وزر الاشتراك وكذلك تفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل ما هو مذهل شيق وغريب. لنتابع. أصدقاؤنا، لا تنسوا أننا قد بدأنا في قراءة 5 تعليقات في نهاية كل حلقة. اضغط زر الإعجاب واترك تعليقك، سواء كان رأيا في القصة أو انتقادا بناء، وسوف نجيبك في نهاية الحلقة المقبلة. فلنبدأ. باستمرار التحقيقات، فقد توصل المحققون بمعلومة من أحد المخبرين والتي تفيد بأن هنالك مشتبه بهما في السرقة. كما ذكر المخبر أن الشخصان تربطهما علاقة مع إحدى المافيات الكبرى بالبلاد. ثم بتعقب الشخصان، فقد عثر رجال الشرطة على الأول في صندوق سيارة من نوع كاديلاك. كان الشخص الأول مقيدا ويحمل بجسده عدة طعنات والتي أدت إلى وفاته، كما كان على رأسه كيس بلاستيكي، بينما تم العثور على المشتبه به الثاني بمنزله ميتا، وأرجع السبب إلى أنه وفاة طبيعية إثر أزمة قلبية، ليجد رجال الشرطة أنفسهم مرة أخرى أمام طريق مسدود. لم يكن الوقت في صالح السلطات، وقد كان عملاء الFBI يعتقدون أن المسروقات ستستمر في التنقل بين أيادي البائعين المشتبهين والمشترين السذج، وهو ما سيجعل أثر اللصوص يختفي. رغم ذلك، وبتوالي الأيام، فقد استطاعت السلطات استرداد ما يقارب 25% من مجمل المسروقات، وقد بات عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالية يشكون في أن يكون لأفراد عائلة جاردنر يد في اختفاء باقي المسروقات. رغم استمرار البحث وظهور عدة مشتبه بهم، إلا أن القضية ظلت عالقة في المجهول دون التوصل إلى أي شيء مؤكد. بعد مرور 7 سنوات، وبالضبط في سنة 1997، استطاع عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي إقناع مالكي التحف بزيادة مقدار مبلغ المكافأة من 1,000,000 دولار إلى 5,000,000 دولار. أثناء البحث في جوانب القصة، أبلغ مراسل بوستن هيرالد والمدعو توم ماشبيرك بأنه قد حصل على معلومات تفيد بأن رجلا يدعى مالز كونر كان متورطا مع أحد عمال المتحف مايلز، والذي يعد واحدا من أشهر سارقي اللوحات الفنية بماساتشوستس. وبعد التوصل بالمعلومة، فقد قام عملاء الFBI بالبحث عن مايلز، والذي ثبت أنه كان يوجد بالسجن أثناء حدوث السرقة. ومن خلال البحث في محيطه، تم التوصل إلى صديق له يدعى ويليام يونغورث، والذي كان تاجر تحف، وقد أشارت السجلات إلى أنه يمتلك سجلا إجراميا من قبل، كما أنه يتعامل بأكثر من 11 اسما مستعارا. وقد سبق أيضا وأن تم التحقيق معه بشأن عدة تهم، أبرزها المواد الغير مشروعة وحيازة السلاح. كما تم اكتشاف أن ويليام بحوزته قطع فنية كان صديقه مايلز كونر قد قام بسرقتها قبل سنوات. بدأ الصحفي توم ماشبيرك بكتابة مقالات عن علاقة مايلز كونر وويليام يونغورت المحتملة بسرقة متحف جاردنر.
فبحسب الصحفي توم ماشبيرغ فإنه وبعد أن قام بنشر 3 مقالات عن تلك العلاقة فقد ازداد الضغط الممارس على ويليام، حيث أصبحت صورته واسمه تنتشر في كل أنحاء البلاد. ووفقا لقول الصحفي في أحد الأيام قام ويليام بالاتصال به مباشرة ثم كلمه بلهجة قاسية مطالبا إياه بأن يكف عن كتابة ما وصفه بالأكاذيب. وفي 18 من شهر أغسطس من سنة 1997 فقد توصل الصحفي ماشبيرغ بمكالمة من شخص مجهول يطلب منه مقابلة شخص غريب في منتصف الليل. وبالفعل ذهب ماشبيرغ لملاقاة الشخص المجهول الذي أخبره أنه من طرف ويليام يورغنورت وأن الأخير يمكنه إعادة المسروقات إلى المتحف، ولكن مقابل أمران أولهما هو الحصول على المكافأة والثاني البقاء في مأمن من الحكومة والسلطات. طلب صديق ويليام من توم أن يترك سيارته ويركب معه ليأخذه إلى مكان ما، حيث توجه به إلى أحد المستودعات المهجورة، فدخل الاثنان إلى هناك قبل أن يخبره ذلك الشخص أن ذلك هو المكان الذي توجد به المسروقات التي تحدثنا عنها. وفي الواقع فقد كان توم على اتصال بعملاء الFBI والذين أخبروه بأنهم يحتاجون دليلا للقبض على ويليام، لذا وأثناء تواجده داخل مستودع المسروقات فقد طلب من الشخص الذي يرافقه بأن يريه لوحة رامبرانت المعروفة باسم العاصفة البحرية. يكمل توم أن ذلك الشخص فقد قام بإخراج اللوحة بالفعل، كما وجه مصباحه نحو توقيع رامبرانت الموجودة على اللوحة كإشارة من ذلك الشخص إلى أنها اللوحة الأصلية. لكن ورغم ذلك فلم يتمكن توم من التأكد من صحة الأمر، لأنه رأى اللوحة لما يقارب 30 ثانية فقط قبل أن يعيدها ذلك الشخص إلى مكانها ويخرج توم من المكان. كان الصحفي حائرا حين أبلغه الشخص بأنه في حال تسلم مبلغ المكافأة لهم سيقومون بتسليم اللوحة وباقي المسروقات. وما زاد حيرة توم هو أنه وحين أراد إبلاغ مالكي المتحف على أن الأمر فهو غير متأكد من اللوحة الأصلية، ولربما قد تكون مزورة. في صباح اليوم التالي قام توم ماشبيرغ بنشر مقالة أخرى والتي يقول من خلالها أن السارقين وافقوا على تسليم اللوحة مقابل الحصول على مال المكافأة والتي تقدر ب5 ملايين دولار، بالإضافة إلى شرط آخر غريب والذي كان إطلاق سراح كونور سارق التحف الفنية. وقد أصبحت صفقات السجون من هذا القبيل ذات علامة تجارية من توقيع مايلز، فلم تكن تلك المرة الأولى التي استخدم فيها مايلز كونور إحدى المسروقات لشراء حريته، حيث وفي سنة 1975 لجأ لنفس الخطة، وذلك بعد أن قام بسرقة إحدى لوحات رامبرانت من متحف بوسطن للفنون الجميلة قبل سنوات. رغم ذلك فقد كانت تلك اللعبة قد تجعل كونور حرا، ولربما قد تجعله يقضي مدة حبس إضافية إذا ما تم إلقاء القبض على أفراد العصابة ككل والتوصل إلى المكان الجديد للوحة. تم التوجه إلى السجن وذلك للتحقيق مع كونر، والذي كان يعلم بما يجري كما كان يخطط إلى اتباع تلك الخطة مجددا، حيث أن كونر كان محكوما ب10 سنوات سجنا وقد قضى منها 7، بينما يريد استبدال 3 سنوات الباقية بإعادة اللوحة. وفي انتظار صدور القرار الرسمي من قبل السلطات فقد قام الصحفي ماشبيرغ بإجراء لقاء مع كونر، والذي أخبره أنه هو واثنان من شركائه قد سبق وأن سرقوا عدة أعمال فنية من متحف جاردنر قبل سنوات، ومعرفتهم لضعف الحراسة الأمنية هنالك جعلتهم يخططون لسرقات أكبر. والأغرب هو أن كونور كان دائما يحرص على أن يترك إحدى نوافذ المتحف مفتوحة، وكل مرة عندما يعود إلى هناك في جولة ينتظر إخلاء القاعة ثم يقوم بتفقد النافذة التي يجد أنها لا زالت مفتوحة. كما أخبره بأنه وبينما يمكث هو في السجن فلربما شريكاه الاثنان الآخران قد استمر في التخطيط للسرقة ونفذاها من دونه.
كما أضاف أنهما ورغم ذلك فقد افتقر إلى لمسة كونور الذي كان يدخل إلى المتاحف دون أن يرى، كما لم يكن يترك أي دليل وراءه، بينما افتقار شركائه للخبرة جعلهم يكسرون بعض الزجاج بالإضافة إلى عدم سرقتهم لأثمن الأشياء. وفي وقت لاحق قال كونور أيضا أنه يعلم من سرق متحف جاردينر. أحدهم كان يدعى ويليام هوتون، والذي كان المكلف ببيع مسروقات كونور حالما يقوم بسرقتها. بالعودة إلى التحقيق في اسم هوتون، قد علم عملاء الإف بي آي أن هذه ليست أول مرة يسمعون بها ذلك الاسم، وفي النهاية تم التأكد من أنه الشخص الذي تم العثور عليه ميتا في منزله بسكتة قلبية في بداية التحقيق. بعد وفاة هوتون فقد أصبح ويليام يونغورت المسؤول عن نقل مسروقات كونور ومسروقات تلك الليلة إلى مكان آخر، وهو ما حدث، وقد كانوا على ثقة كبيرة بأنهم سيتمكنون من التوصل إلى اتفاق مع السلطات بمنحهم ما يطلبونه مقابل المسروقات. وقد كانت خطة كونور هي الاستمرار في الضغط على السلطات حتى تقبل شروطه لتسليم المسروقات مقابل المكافأة وتأمين خروجه من السجن، كما كان يضع من بين اهتماماته جعل السلطات تسحب فكرة أنه جزء من السرقة. وصلت القضية مرة أخرى إلى طريق مسدود، حيث رفض كونور الإدلاء بأية معلومات أخرى، كما أن ويليام يونغورت فعل نفس الشيء ما لم يتم منحه وكونور الحصانة. وفي شهر أكتوبر من سنة 1997 فقد وصل دليل إلى مكتب الصحفي توم ماشبيرغ، والذي كان ظرف به رقائق صغيرة من الدهان وبعض الصور التي تحمل لوحات رامبرانت المسروقة. وقد أكد معمل صور هيرالد أن الصور لم يتم التلاعب بها فقد كانت حقيقية، وبعد اطلاع عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي على الصور فقد أصروا على أن اللوحات غير حقيقية. بعدها تم إرسال رقائق الطلاء التي توصل بها توم إلى خبير في كشف الأعمال المزورة، وذلك للتحقق منها. وبعد التحليل فقد أكد الخبير أن هذا النوع من الطلاء يعود إلى سنوات كثيرة قد مضت، وأكمل أن ذلك الطلاء يوجد بكثرة في إحدى المناطق الهولندية والتي تعتبر منشأ كل من رامبرانت وفيرمير والعديد من الفنانين الآخرين، وقد مثل ذلك مؤشرا جيدا على أن اللوحات أصلية، فقد كان كونور ويونغورت يأملان أن يكون دليلا كافيا. ولكن لم يكن كذلك، حيث أن عملاء الـ FBI وبعد أن قاموا بمقارنة رقائق الطلاء تلك بالتي تركت في مسرح الجريمة فقد وجدوا على أنها غير مطابقة بتاتا، وبذلك عادت القضية إلى نقطة الصفر. فحسب قول الصحفي توم فإن كل شخصية تواجدت في القصة كان لها هدف حقيقي تلعب من أجله، فبينما كان هو يريد نشر الأخبار والحصول على السبق الصحفي في القضية وكذا مساعدة السلطات وهي التي كانت تبحث بكل جد عن هويات السارقين، فقد كان السارقون يريدون $5 ملايين كمكافأة لإعادة اللوحات. رغم ذلك لم تقفل القضية واستمر التحقيق رغم مضي 8 سنوات على السرقة. تم التحقيق مع كونور مجددا بالإضافة إلى باقي أفراد العصابة، حيث كانت السلطات بحاجة إلى دليل آخر، حيث طلبوا من كونور بأن يقدم إحدى القطع المسروقة للتأكد، لكن وكما كان متوقعا فقد كانت إجابته بالرفض، لأن محاميه قد سبق وأن حذره بأنه إذا قام أحد من الأشخاص الموجودين خارج السجن بإحضار قطعة من المسروقات فسيكون هذا تهورا، حيث سيقبض عليه ويتم الزج به سنوات إضافية في السجن والحكم عليه بأقصى العقوبات لاتهامه بالسرقة وابتزاز السلطات. ورغم رفضه إلا أن عملاء الـ FBI قد استمروا في محاولة إقناعه، وفي النهاية لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق، حيث تم الإبقاء على حكم كونور وتم إلقاء القبض على يونغورت بتهمة الاشتراك في السرقة. وفي متحف إيزابيلا ستيوارت جاردينر لا تزال هنالك إطارات فارغة للوحات معلقة على الحائط مكتوب بها أسماء اللوحات
التي كان من المفترض أن تكون هناك. وعلى عكس ما كان يخاف منه مسؤولي المتحف، فقد حظي المتحف بشهرة أوسع من خلال الزيارات المتعددة للسياح الذين سمعوا بالقصة وأرادوا رؤية المكان. في النهاية أيضا فالكل قد خرج خاسرا من القصة، بينما كان هنالك رابح واحد هو الصحفي توم ماشبيرك الذي وجد قصة درامية ليكتبها. كما قد يبقى احتمال أن كونور وويليام لم يكونا يملكان اللوحات من الأصل واردا، وبهذا ظلت جريمة السرقة بدون حل. ولربما تكون اللوحات مخبأة بمكان ما، أو لربما قد تكون في الجانب الآخر من العالم. وفيما يلي مشاهدين الكرام، تحت طلبكم ووفاء بالوعد ندرج لخمس تعليق وردت خلال الحلقة السابقة. سمايل روبيو: أفضل قناة عرفتها وأحسن معلق، أنا أتابعك منذ البداية، أتمنى أن تقرأ تعليقي هذه المرة، أخوك علال وأحلى من المغرب. معنا الدوسري: ما شاء الله عليك، أنت أفضل قناة وتعجبني قصصك الفخمة ولها قيمة كبيرة جدا بالنسبة لي، وشكرا، أتمنى أن تقرأ تعليقي. تركي عرب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابع جديد، أتمنى لكم كل التوفيق، قناة رائعة، أخوكم من سوريا. أبو أياد أفو تورير: قمة الإبداع، أدمنت هذه القناة، شيقة رهيبة، مواضع جميلة، شكرا لك من القلب، تحياتي لك من جنوب اليمن أبو عائد. MR Gamer: الله يعطيك العافية، كل الحب والاحترام، متابعك من سوريا، واصل، أفضل قناة عندي، كل ما أجي أنا ما بنام إلا لأحضر قصص بصوتك الفخم. في انتظار تعليقاتكم الجميلة وانتقاداتكم البناءة، نودعكم مشاهدين الأعزاء على أمر اللقاء بكم في فيديو قادم مع قصة واقعية مثيرة وغريبة. دمتم في أمان الله. أصدقاء قناة وقائع، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك لتشجيعنا على نشر المزيد من هذا المحتوى. هذه فيديوهات أخرى قد تعجبك. موعدنا غداً.